عندك شدوش عمر سطلو ديري كرسي او جلسي تتغسلي. راه حنا باقي عندنا البنات كيخرجوا فيهم الزيت هنا والزيت هنا، باقي عندنا البنت تتوقفي معاها وتتلقيها مدمه. علاش كنهضروا لو فواياج على حسب انت فين غاديه واش غادي تدوري. انت الا درتي، انا كنعطيكم غير اكزام، الا درتي من طنجه حتى للقويره في المغرب، شوفي بشحال غادي تقام عليك الترونسبور ديالها بهادي بداك 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 بداك. ف لا ميم شوز اللي درتي الهند، ولا اللي درتي فرنسا، ولا درتي الشينوا، ولا درتي تايوان، ولا درتي الهند. سان بيي اللي ماشي رخيص، شفتو؟ ف هادشي اللي بغيت نوصل لكم. يعني لو فواياج شوفوا كاع لي فواياج كيتقاموا غاليين، غير هو انت على حسب بنادم، على حسب بنادم اشنو لاش غادي وكيفاش يعني كيفاش اختار لو فواياج ديالو. باسكو ان فواياج بحال ما هذا راه ماشي كتمشي وكتديري، اتونسيون، راه كتمشي كتخصك تديري كيفاش نقولها لكم، تبحثي تعرفي فين غاديه، ماشي ان فواياج غير هكا تزيدي. انا بغيت نمشي لباكستان، ماشي الهند، زوينه باكستان، المهم تفجيجه زوينه وصافي. المهم البنات انا غادي نخليو لكم الغوا، فوالا الناس ما يصلحش لينا هذا الموضوع ماديا، المهم تمتنا معاك متعوده ميرسي. الغوا البنات، هادو هما الناس اللي كنت كنعاود عليهم قبيله، سيكو الناس ما بغاتش تعرف، الناس كتشوف انا فقيره، لا 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 علاش انا بغيت نشوف هاد الحاجه هادي، لا اختي انا كنت فقيره وباقيه فقيره وباقيه كنحلم بغيت نمشي عرفتي انا دروكا فين كنحلم باغي نمشي وغندير ان شاء الله باذن الله وربي ما غاديش يحشمني. قولوا لي فين، يلاه كتبوا نسمع نشوف. بتمشي اختي لبيفيرلي هيلز، بتمشي تما وبتنشد شي فيلا وبتمشي لهذوك الكوانات ودوك لي غيستورون ونشوف دوك لي بلوغر تما ونشوف ديك الدنيا ونجلس لهذيك بيفيرلي هيلز ونجلس لها حفر 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 حتى نجبد ليها المصار نط المصار نديولها وعندي الفيزا. يعني راني يعني راه هذا سي تان غيف، اي سي غيف اللي منين تا وانا كنهضر على هذا الغيف سنغافوره حتى هي واعره كنت فيها حبيبتي هي ديالي، راه ماشي راه هذا الغيف هذا راه انا كنحلم به من 2016 وهاد الشيء هذا في راسي. واش فهمتوا؟ بديت باغ الفيزا ودروكا المهم فاز بخو المهم ودابا وقع لي المشكل. كنت غادي نمشي في 2019 وقع لي المشكل لان الميريكان تاعي ماشي شي حاجه اللي سهله ولا 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 ف وقع لي المشكل قدر الله ما شاء فعال. هاني دابا في يعني كان خدامه بتات يعني سنغف بتات اللي غادي يترياليزانيا دي سي عامين دي سي ثلاث سنين من دابا العام من دابا العام ونص من دابا ما كتعرفيش ربي امتى تايبي يرزقك بشي حاجه. يقدر ربي يرزقني هاد الصيف، يقدر ربي يرزقني غدا، يقدر ربي يرزقني الشهر الجاي، يقدر المهم كل واحد كل واحد وكيفاش. الطموح ما عمره ما كيكون شي حاجه خايبه. ما تضربيش بالطبله، فين كنضرب بالطبله؟ كتكتبي لي غير هاد التعليق اسمك ما فهمتكش. الطموح شي حاجه اللي زوينه، ماشي وحنا ديما كنكونوا كنهضروا على واحد الحاجه ولا كنتفرجوا في واحد الحاجه. انا بعدا جو بخونو تليفون بحال ما هكا كنشوف لي في لي بي كنقول الله هاد البلاصه ما عرفت فين، اقسم بالله ما كنديرش هكا وكنزيد الا الا عجبتني نقول لا اختي على بالي انايا بغيت نمشي لهنا ويلي تنتي على كاع لا تنقول انا انسانه طموحه انا كنخدم انا دومان جو بو رونكونتري كلكان كاع اللي غادي يدير لي ماشي من الحمر للطياره غادي يدير لي ما عرفت اش. ربي لي هو سيدي ربي، ربي راه كيرزق
واش فهمتوا اش بغيت نقول لكم؟ ربي راه كيرزق وربي راه كيحقق لك احلام ديالك. وانا راه حنا ماشي اوني با دي زانيمو، راه كنعيشوا على شي على اشياء، راه اون في با بور مونجي، راه كناكلوا غير باش نوقفوا. واش فهمتوا؟ راه ماشي كنعيشوا باش نبقاو جالسين في الدار كنخمموا كنبكيو كن وكنقرو وكان هذا ولي شتناه كنقولوا لا هادي ما تلقليناش. لا اختي نجي نشوف فين بلاتي ويلي زوين فين هادشي. في المالديف يا اختي كنقاسا مع الناس، شفت مالديف واحد الاوتيل سميتو اكس ولا ايغريك، وي غزال عرفتي، فيه واحد لافي وكيبان لك دوك الجبال ونهضر ونعرف انا ما كرهتش نمشي ليه. شو غنطخي في بوكينغ وندخل بوكينغ ونشوف بشحال، واش هاد الشيء هذا في الاستطاعه ديالي ان جوغ، باسكو حنا المغاربه ما كنزعموش نقدروا. تتكون شي حاجه بسيطه وتتكون شي حاجه رخيصه وكتصحاب لحنا شي حاجه غاليه وكنهربوا منها. لا تحقيق الاحلام لا هو الا شي حاجه بسيطه كنديروها الا كان عندنا اهداف في حياتنا ولا كان عندنا القوه في حياتك. اذا كانت عندك القوه في حياتك راه شوفي راه ربي راه كاين ديما معانا. عرفت يقول لك سبب يا عبدي واني انا معاك، دير شي حاجه عبدي، دير شي حاجه عبدي، يعني نوض خدم دير هذا. ما كتعرفينش انا اختي بعدا، انا بعدا كانوا عندي دي كوبين بنات حومتي الله يسهل عليهم، وحده اللي تتبعني كوبيده ديالي دابا بلا ما نذكر سميتها باسكو الف ديسكريتمون، كان عندها ما ياكلو ما يشربو. اوجوردي هاد صاحبتي كاينه في ميريكان الفيل وما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي اللي بغيت لها يجيني ويجيني ويجي ليا كاع الاحباء ديالي. الفي تري 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 بيان اي ا اوكان مومون ال سي دي يا فرنسه انها غادي تهز زربي منين كانت وغادي يحطها. بورتو ما كانش قاريه، ما كانت دايره لي غران زيتود، ما كانت كتمشي للبلايص اللي بتلقى مع الناس اللي بيديروا لها هادشي، ما كان ولكن ربي راه كيرزقك، ربي راه كيرزق. الا نتوما ما عندكمش هاد القناعه ان ربي كيرزق استغفر الله العلي العظيم هذا سوقكم هذا، ربي كيرزق نقدر نحلم. ولكن انا ما يمكنش احبيبه تحلمي انت تخرجي من دارك هكاك صنان. حنا باقي تلقاو مشاكل مع البنات فيهم صنان، باقي تلقاو مشاكل مع البنات كتخرج الكلافيت الزيت في شعرها تاع لوسخ. حنا باقي تلقاو البنات مقشره لها الضفار ديال الصباغه وخارجه بالعمش راه شتي الحمام والغسيل والنقا والديودورون والحوايج نقيين والشعر ممشوط بلا ما تصاوبي ليه. انا ما قلنا لك ديري ليه شري ليه شامبان 100 مليون، ولا قلنا لك ديري ليه الزيت، ولا قلنا لك شري ليه تيد او فركي 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 فركه ديال الخدايد وما عندكش الدوش عمر سطلو ديري كرسي او جلسي تغسلي. راه حنا باقي عندنا البنات كيخرجوا فيهم الزيت هنا والزيت هنا، باقي عندنا البنت تتوقفي معاها وتتلقاها ميت دمى. علاش كنهضروا؟ واش نتي ميت دمى وبغيتي راه ما يمكنش. واش نتي كضلي نهار كامل في الحراره 52 في المغرب عباد الله في مراكش نهار كامل نشوف كوزينه حامضه وكتمشي بنفس الكوزينه بنفس الحوايج كتدخلي كتعس وكتقولي والله عييت ولا وباقي حنا عندنا هادشي هذا، باقي حنا عندنا هادشي. واش يعني اول حاجه فاش كتكوني نقيه ندير واحد الفرقه قداش انا هي هادي ونجبد داك الشعر ما عنديش باش نفيكسي كاع لا لا الماء الجل دايره 15 درهم نجمع شعري ندير ليه طفيره نجمع الشعر مزيان نشد لو جيل درهم ديال الصابون البلدي وكيس ب 40 ريال ونحك ديك الكماله حك 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 حك. لا تشري لا يعني ما تقوليش لي ما عندناش حنا انتم ما عندكم حنا، لا علاقه راه النظافه لا علاقه ليها. حنا كنا في الحبس عباد الله وكنتي ياك حنا في الحبس
وكاين السباغ والدباغ، كاينه اللي كتعصريها كتخرج منك النقا، وكاينه اللي كتعصريها كيخرج منك الكعتوتشي. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ يعني حنا باقي البنت تقول لك لا ما عنديش انا الماسك، لا وراه ما يمكنش، ولا كتشد القطن وكدوز على وجهها، ولا وما يمكنش تجي القطن دوزي على وجهك وانتي موسخ لك الوجه فيه الزيت. والبنت اللي كيكون عندها البشره من الدماء عمركي ما ديري شي حوايج اللي يخليوها لك من الدماء. غسلي الصباح بصابونه ديال الطاوس، وغسلي في العشيه بصابونه ديال الطاوس، وديري لي كخون ديالك وردي عليا الخبار، وضربي دوك الشفارات بشي شويه تاع العينين وجمعي داك الشعر وقادي وقادي وغسلي. راه النظافه راه ما كاينش بحالها، راه النظافه شي حاجه مهمه، راه ماشي محتاجه باش تمشي ديري السوام زبالات الفلوس ولا تشري لاكريم زبالات الفلوس. راه لا بروبروتي راه شي حاجه اللي مهمه، راه في التربيه جالتنا. واش فهمتي؟ الصابون البلدي انا نعطيك الصابون البلدي والكيس والماء، ديري الماء دافي ومن بعد ديري الماء بارد وتشوفي الوجه. ها ها بلارة اول البارح مشيت للحمام الاول، ها 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 ياك ما كاين لا 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 يعني ما كاين لا فلتر لا والو. ها سمحي لي سمحي لي يا ما كوبين سمحي لي، انا باقي كنشوفهم انا كاين كنشوف واش استغ انا راه برقاك غير كنسدهم كنقول لها مي ما كانش 86 و 186 الف الحراره والوجه من الدم خارجه كتهضر. لا اسنان 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 اللي قالت لك كتلقاي الخبز في السنان، واش عرفتي شنو هي كتلقاي الخبز في السنان؟ واش عرفتي شنو هي تلقاي الخبز في السنان؟ تشدي راسك وطرد خيم على الحيط. يلا البنات العشرة ونص هادي صباحكم مبروك. انا وليت كنفيق بكري وما كنمشيش نقضي اشغالي بكري، حتى تطرنن عليا الشمس وتنولي تنقول امي متى شدني نجمع معاهم الصباح. بيزوات